نداء استغاثة لكل المسؤولين واللي قادر يدير شي حاجة. نداء استغاثة من واحد بلاصة كيقول عوين طريان قبل عين بني مطهر بواحد جوج كيلومتر في اتجاه وجدة، منزل محاصر والسكان ديالو بالداخل ديالو وهو مهدد بالانهيار في اي لحظة. في هذه اللحظة هذه كنشوفوا قدامنا طائرة الهليكوبتر تابعة للدرك الملكي وهي في الطريق ديالها ان شاء الله لانقاذ المحاصرين. ها هي انا لجهة السونداج رحال، انا غادي نمشي للبلاصه ان شاء الله. ها هي الطائره متجهه ان شاء الله للمكان.